بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، قال: باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال: وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لها: إن عبد الله رجل صالح. الحقيقة الحديث الأول لعله وقع وهما من المختصر رحمه الله تعالى، وإلا فالحديث في شأن أسامة بن زيد وليس في شأن عبد الله بن عمر، والحديث ذكر في الباب الذي قبل هذا الباب عند البخاري في الأصل، ذكر في الباب الذي قبل هذا الباب، وهو باب ذكر أسامة بن زيد، وذلك لأن الحديث في شأن أسامة. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. كان يأخذ أسامة، كان يأخذ أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة بن زيد حبا عظيما كما سبق وذكرنا ذلك في الباب السابق. وكان أسامة يدعى بالحب، أو يعني يقال له الحب بن الحب، أي أن أباه كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة بن زيد حتى أنه كان يأخذه والحسن، كان يأخذه والحسن، وبينهما قرابة في العمر، بينهما قرابة في العمر، وإن كان طبعا هناك فارق يعني، لكن كان الحسن في سن يعني الصبا والصغر، وكان يعني أسامة ربما في سن الغلمان أو في عمر الغلمان، يعني قد يكون مثلا الحسن في عمر مثلا يعني ما بينه وبين أسامة 10 سنوات تقريبا، مثلا حوالي مثلا 10 سنوات، وإلا فالحسن والحسين ولد في المدينة، ولد في المدينة، وكذلك أسامة ولد في المدينة لكن ولد قبلهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحسن وأسامة بن زيد ويقول: اللهم أحبهما. وانظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بالحب للحسن وأسامة، مما يدل على عظيم مكانة أسامة. اللهم أحبهما فإني أحبهما، وفيه دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة، وكذلك فضل أسامة، وأن الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ودعا له أن يحبه الله. أي نعم، كذلك الحسن. لكن الباب هنا باب مناقب عبد الله بن عمر، يناسبه الحديث الثاني وهو عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. قال لها، وذلك لأن حفصة هي شقيقة عبد الله رضي الله عنه، حفصة بنت عمر وعبد الله ابن عمر، فحفصة أخته رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه له من المناقب الكثير، له من المناقب الكثير رضي الله عنه، فهو مثلا
أحد العبادلة الأربعة المشاهير: عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس. العبادلة الخمس المشاهير في العلم خصوصا، فهو أحد العبادلة المشاهير، بل كان أشدهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ عليه البعض شدته، حتى أخذ عليه البعض شدته رضي الله عنه، حتى أن عبد الله بن عمر كان إذا مر بمكان بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويبول. انظر إلى شدة الحرص على المتابعة. وكان رضي الله عنه يغسل أشفاره ويبالغ في ذلك، وغير ذلك مما أخذ عنه رضي الله أو أخذ عليه رضي الله عنه في شدته في يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقب عبد الله بن عمر أنه رضي الله عنه شهد بدرا، شهد بدرا، وكان عمره يومئذ 13 سنة. 13 سنة، 13 سنة دي احنا يعني قد ممكن الاخ اللي قاعد ده، صح تقريبا كده. اقوم اقف كده، انت اسمك ايه؟ ما شاء الله اسمك عبد الله كمان. عبد الله بن عمر كان قده كده وبيقاتل في معركة بدر. تفضل، جزاك الله خير. كان يقاتل في معركة بدر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من مناقبه كذلك أن أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو عالم علماء زمانه رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل صالح، وقال في حديث آخر: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. ولذلك هنا في حديث حفصة هذا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح، وفي الرواية الأخرى: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. سبب هذا يعني سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما ذكر البخاري في الأصل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الرجل من أصحابه رؤية فسرها له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فكنت أتمنى أن أرى رؤية حتى أذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فرأيت في المنام رضي الله عنه كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار. قال: فإذا هي مطوية، يعني رآها رضي الله عنه، فإذا هي مطوية كطي البئر والعياذ بالله. قال: وإذا لها قرنان وإذا هي يأكل بعضها بعضا، أو كلمة نحوها. قال: وإذا فيها ناس قد عرفتهم، لعله يقصد أبا جهل وأبا لهب والعياذ بالله. قال: فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك، مع الملكين وهو معهم وهو بيتعوذ من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي، الملك فقال لي: لن تراع، يعني لا تخف، وإن لا تخف، فقال لي: لن تراع. قال: فقصصتها على حفصة. لما أصبح رضي الله عنه حكى هذه الرؤيا أو هذا المنام، قال: فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. وفي الرواية الأخرى قال: إن عبد الله رجل صالح. فبشره بأنه رجل صالح ثم رغبه في قيام الليل. قال الراوي: فلم يكن عبد الله بن عمر ينام بعدها من الليل إلا قليلا رضي الله عنهم أجمعين.
فعبد الله بن عمر صاحب مناقب كثيرة رضي الله عنه، وظل يشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، إلى أن كان زمان الأمويين، وكان رضي الله عنه يعرف بقوته في الدين، حتى أن الحجاج بن يوسف الثقفي والي الأمويين على يعني مكة يومها دبر له مكيدة ليقتل عبد الله بن عمر، ومع أنهم كانوا يهابون عبد الله بن عمر، كان الأمويون يهابون عبد الله بن عمر جدا، والحجاج كان يهابه جدا، لكنهم كانوا يريدون التخلص منه، أو الحجاج تحديدا يريد التخلص منهم. فقيل أنهم دسوا سما في حربث، ودخل بها أحد جنود الحجاج الحرم، وتصنع أنه لا يقصد، وإنما هو اصطدم بعبد الله بن عمر، فلما تصنع ذلك نخس عبد الله بن عمر في ركبته بهذه الحربة، فكان أثر السم الذي مات منه عبد الله بن عمر بعد ذلك رضي الله عنه، ومات عن يعني 73 عاما رضي الله عنه أو يعني نحوها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه العالم المجاهد الصحابي الجليل رضي الله عنه. ثم قال: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. باب مناقب عمار وحذيفة، هنا ذكر البخاري رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معا في باب واحد، قال: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. إنما ذكرهما البخاري في باب واحد لوقوع الثناء من عبد الله بن من أبي الدرداء، كما يأتي في الحديث، لوقوع الثناء من أبي الدرداء على الاثنين في هذا الحديث، أثنى عليهما يعني في هذا الحديث، فهو موضع واحد. فالبخاري أتى بباب يذكر فيه مناقب عمار ومناقب حذيفة معا في هذا الباب، ومعه هذا الحديث. أما عمار رضي الله عنه فهو عمار بن ياسر رضي الله عنه، صاحب الفضائل والمناقب الكثيرة، أمه أول شهيدة في الإسلام سمية، والتي كان المشركون يعذبونهم، يعني يعذبون أهله، يعذبون أباه وأمه وهو معهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون في يعني بطحاء مكة، ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وعمار بن ياسر رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله من الحقيقة السبق في المعارك خصوصا ما له، وهو صاحب يعني الفضائل الكثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما بناء المسجد وهم يحملون الأحجار لبناء المسجد، وكان الرجل يحمل حجرا حجرا، وكان عمار بن ياسر يحمل حجرين حجرين رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فظل عمار رضي الله عنه يعمل للإسلام ويشهد المشاهد ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء، حتى كان زمن الفتنة، حيث قتل رضي الله عنه يوم صفين، يوم صفين، تلك المعركة التي يعني كانت بين يعني علي رضي الله عنه ومعاوية، وقتل فيها من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس الكثير. قتل يومها عمار ابن ياسر رضي الله عنه. وأما حذيفة رضي الله عنه فهو حذيفة بن اليمان، فهو حذيفة ابن اليمان الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أوائل من أسلم من الأنصار رضي الله عنه، هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه
الذي كذلك شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وظل يجاهد حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. أما الحديث فقد رواه البخاري بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جلس إلى جنبه غلام في مسجد بالشام، وكان قد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ يعني يقول أنه أن أبو الدرداء جلس إلى جنبه غلام في مسجد بالشام وكان قد قال، الذي قال هنا الله أعلم هل هو أبو الدرداء هو المقصود أو الشاب، قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. والأقرب أن هذا الغلام هو الذي قال وحكى بعد ذلك لأبي الدرداء أنه دعا ربه أن ييسر له جليسا صالحا، فكان أبو الدرداء. فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ فقال أو قال هذا الغلام: من أهل الكوفة، من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ أليس فيكم صاحب السر، يقصد حذيفة رضي الله عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسر المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء المنافقين نفرا نفرا، أخبره بأسمائهم واحدا واحدا ولم يخبر أحدا غيره، وكتمه ذلك، أي قال له: اكتم هذا. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه هو الذي يعرف أسماء المنافقين، حتى جاءه عمر رضي الله عنه فيما يذكر وقال: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ذكر؟ وهذا من عظيم إخلاص عمر رضي الله عنه وخوفه. وكذلك كان عمر رضي الله عنه ينظر إذا مات الرجل من أهل المدينة، فإن صلى حذيفة صلى عليه عمر، وإن ترك حذيفة ترك عمر. انظر إلى فطنة عمر، هو عارف أن حذيفة هو اللي عارف أسماء المنافقين، فإن صلى حذيفة يصلي عمر، إن ترك حذيفة ترك عمر رضي الله عنه. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ وقوله أليس فيكم يقصد به أبو الدرداء، يقصد في أنه فيكم على عمل من الأعمال، وكان عمر قد ولاه أمرا في الكوفة، قد ولى حذيفة أمرا في الكوفة. قال: يعني حذيفة؟ قال: بلى. قال: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان؟ يعني عمارا. قال: بلى. أيضا كان عمار قد عمل لعمر على أمر أيضا في الكوفة. فقال أبو الدرداء: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان؟ يقصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: اللهم أجره من الشيطان وكيده، أو كلمة نحوه. فقال: بلى. قال: أليس فيكم صاحب السواك أو السرار؟ قال: بلى. يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب السواك أو السرار؟ صاحب السواك والنعلين والإداوة، كل هذه الأوصاف أوصاف لعبد الله بن مسعود، شرف كان يحمل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذه الأشياء للنبي صلى الله عليه وسلم، إداوة الماء، النعلين ونحو ذلك. قال: كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: والذكر والأنثى. دي قراءة عبد الله بن مسعود، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، القراءة بتاعت حفص المشهورة: وما خلق الذكر والأنثى. فقراءة عبد مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يعني أقسم الله بالإيه؟ بالذكر والأنثى. قال: وما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيذكر أبو الدرداء أنهم أخذوا يطلبون منه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد
ذكر مناقب عمار وحذيفة، وأن عمارا رضي الله عنه من الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيره من الشيطان، كذلك حذيفة فهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فحذيفة وعمار كلاهما من السابقين، وكلاهما من الأوائل في الإسلام، وكلاهما رضوان الله عليهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن الطبقة العليا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب مناقب أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. باب مناقب أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. قال: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. إن لكل أمة أمينا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي عبيدة. وأبو عبيدة ابن الجراح هو الصحابي الجليل عامر ابن الجراح، فأبو عبيدة هذه كنيته رضي الله عنه، واسمه عامر ابن الجراح رضي الله عنه، وهو من المهاجرين الأوائل، وهو ممن أسلم في أول أيام الإسلام، فقد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أول يوم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، حيث خرج أبو بكر من عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعا نفرا من أصحابه، وكان منهم أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. أسلم أبو عبيدة رضي الله عنه وهو في عمر 20 أو نحوها، كان في عمر 20 أو الثامنة عشرة من عمره رضي الله عنه. أسلم أبو عبيدة وظل يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد كلها رضي الله عنه، حتى مات رضي الله عنه في طاعون عمواس، طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان هو قائد الجيوش الإسلامية التي كانت تقود الفتح في الشام وفلسطين ومصر، فكان هو قائد هذه الجيوش كلها. وأبو عبيدة فتح الله به بيت المقدس، فتح الله به بيت المقدس في زمن عمر رضي الله عنه، وكان عمر يحبه حبا عظيما، وكان يقول: لا يؤمر على أبي عبيدة، حتى أن عمر كان يأخذ على أبي بكر أن أمر خالد بن الوليد على أبي عبيدة، فلما تولى عمر نحى خالد وولى أبا عبيد رضي الله عنهم أجمعين، وكان يقول: لا يولى على أبي عبيد. وأبو بكر رضي الله عنه في توليته لخالد كانت له نظرة، وهي أن خالدا رضي الله عنه في هذا الوقت كان قد عرف عنه الشدة والصرامة، فكان ذلك يرهب الأعداء أكثر، كان أعداء الإسلام إذا سمعوا بقدوم خالد كان ذلك يعني يبعث في قلوبهم الرعب والخوف، ولذلك تعمد أبو بكر أن يولي خالد بن الوليد قيادة الجيوش لأجل إرهاب جيوش الكفار التي على تخوم الشام ونحو ذلك. لكن عمر كان يرى شيئا آخر، وهو أن ذلك ربما يكون فيه فتنة للناس ولخالد، حيث كثر ذكر خالد وكثر تعليق النصر بخالد، فكان يخشى فتنة ذلك في الناس. ثم كذلك أبو عبيدة صاحب حكمة لا يضاهى فيها،
فكان عمر يرى أن أبا عبيدة أفضل من حيث القيادة للجيوش، ولذلك ولاه رضي الله عنه قيادة الجيوش العامة، قيادة الجيوش العامة، قائد عام للجيوش. كذلك كان عمر رضي الله عنه يحبه حبا شديدا، ومما يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما كان طاعون عمواس وكانت الجيوش قد اقتربت من يعني الأردن اللي فيها الطاعون وفيها أبو عبيدة، فأرسل عمر رضي الله عنه خطابا إلى أبي عبيد يستدعيه، بمعنى أو في معنى إن أمير المؤمنين يطلبك لأمر في حاجة المسلمين أو أمر لحاجة المسلمين. فلما وصل الخطاب أبا عبيدة فهم أبو عبيد أن عمر رضي الله عنه يخشى عليه أن يموت في طاعون عمواس، فقال وأرسل إليه بكلام معناه: يا أمير المؤمنين، إن كنت تخشى أن أموت فهذا قدر الله عز وجل ونحو ذلك، وإن كان الأمر لي فدعني أبقى مع جيوش المسلمين ونحو ذلك. فمات بعدها بأيام رضي الله عنه. فأبو عبيدة صاحب مناقب كثيرة جدا رضي الله عنه. ومن حب عمر في أبي عبيدة أنه جلس يوما بين جلسائه يتسامرون، فقال تمنوا، كل واحد يقول اللي هو يتمنى يعني، فقال بعضهم: أتمنى لو كان لي ملء هذا البيت مالا فأنفقه في سبيل الله، وقال بعضهم: أتمنى لو كان لي ملء هذا البيت خيلا فأوقفها في سبيل الله. فقال عمر رضي الله عنه: ولكني أتمنى أو أرجو أن لو كان لي ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة. شوفوا العقلية، الفزة عقلية عمر، مثل أبي عبيدة. لماذا؟ الخيل كويس والمال كويس، لكن القيادة، القائد الواحد الذي يستحق القيادة ده نادر في الأمة. ولذلك عمر تمنى أن يكون في الأمة قادة مثل أبي عبيدة يقودون الأمة، وهذا مما يدل على عظيم حب عمر والمسلمين يعني أبي عبيدة رضي الله عنه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه أمين، ذلك لما جاء وفد نجران النصارى وكان ما كان من حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الصلح على الجزية ونحو ذلك وأن يرسل معهم من يقوم على هذا الأمر، فقال: لأرسلن معكم رجلا أمين، حق أمين. قال وقال: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة صاحب المواقف الحقيقة الكثيرة جدا في البطولة والشجاعة والبذل، من أبرز هذه المواقف هذا الموقف المحنة الذي كان يوم بدر، يوم خرج المشركون يقاتلون المسلمين، فكان أبو عبيدة من بين أفراد جيش الإسلام، فكان من المحنة الشديدة أن أبا عبيدة أثناء القتال يأتيه فارس يحاول أن يقتله وهو يتحاشى، فيحاول الفارس هذا مرة أخرى وأخرى وأبو عبيدة يتحاشى ويتجنبه، وكلما ذهب إلى مكان في المعركة بعيدا عنه يجده يطارده ولا يريد البعد عنه، وكلما دخل يقاتل في مكان وجده كذلك في هذا المكان يقتل المسلمين ويطارده، فما وجد بدا إلا أن يقتله. فكان هذا الفارس هو من؟ أبوه الجراح الذي خرج مع المشركين يقاتل ضد الإسلام، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قتله وهو الذي كان يتحاشاه، فكانت محنة عظيمة له، لكن انظر إلى عظيم الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على باب مناقب الحسن والحسين إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.